طيب هنا في سؤال بقى بيطرح نفسه، يعني هو بيشغل بال عدد كبير من جمهور الاهلي ان لم يكن كل جمهور النادي الاهلي، هو المكان الانسب اللي على تيشرت النادي الاهلي اللي يتحط عليه النجمه العشرة، ايه هو بقى المكان ده الانسب ده اللي يبقى على التيشيرت؟ تعالوا كده نفكر مع بعض ونشوف افضل مكان يكون موجود فيه النجمه العشرة على اللوجو. احنا عندنا اربعه فوق دول هم ايه 40 دوري فيما فوق، لكن عندك ادي 2 4 6 8 9 لحد امبارح، امبارح كسبت البطوله العشرة. طب فين بقى المكان الانسب اللي على اللوجو ده اللي نحط عليه التيشيرت؟ اعتقد الموضوع صعب قوي، يعني هنفضل نحط هنا مثلا نجمه، طب وبعدين؟ الموضوع عايز تنافق شويه. في اعتقادي الشخصي، في اعتقادي ان ممكن يكون في نجمه واحده ويتحطوا فيها 10 اللي هم عدد النجوم في الاخر علشان يبقى الشكل كويس، لكن في كل الاحوال ربنا يزيد ويبارك، يعني احنا عايزين اكتر من كده كمان بكتير، وهنلاقي لهم مكان النجوم ما تقلقوش، يعني هنلاقي مكان نحط على لوجو النادي الاهلي اكبر عدد ممكن من النجوم، لان هو ده طموح جمهور النادي الاهلي، وهو ده اللي باذن الله جمهور الاهلي بيفرح بيه دايما، لان مصدر السعاده في مصر بشكل كبير وده امر واضح للجميع هو النادي الاهلي اللي بيسعد الشعب المصري، لان طبعا كل المصريين امبارح اكيد فرحوا بفوز النادي الاهلي ببطوله دوري ابطال افريقيا، وكمان بالتحديد يعني جمهور النادي الاهلي. ده فيما يتعلق ببطوله دوري ابطال افريقيا، هذه البطوله الغاليه جدا. لكن احنا ايه دلوقتي بنفرح النهارده، وحقنا نفرح وحقنا نبسط عشان عندنا ابطال جولنا البطوله. طيب الفرحه هتخلص امتى؟ هتخلص النهارده بكره بالكتير، لان الفريق 48 ساعه للراحه، 48 ساعه، وبعد كده ان شاء الله بعد بكره يستأنف تدريباته استعدادا لمباراه البنك الاهلي في بطوله الدوري المصري. بالتالي هي رساله الى من يهمه الامر، رساله لمن يهمه الامر، احترس، الاهلي تفرغ لبطوله الدوري، الاهلي ما بقاش قدامه اي حاجه تانية ممكن تشتت ذهنه غير بطوله الدوري، وعنده افضليه فيها في حاله فوزه في بالمباريات المؤجله باذن الله. باذن الله ده الهدف القادم والهدف الاهم بالنسبه للجهاز الفني واللعيبه وبالنسبه لنا كلنا كاهلاويه، ان احنا بقى نرجع ايه لمكاننا الطبيعي في بطوله الدوري في الصداره باذن الله، رغم طبعا صعوبه المنافسه مع نادي الزمالك الكبير والمحترم اللي عنده جماهيريه كبيره جدا، وطبعا ما حدش يقدر يقلل اطلاقا من نادي الزمالك، فبالتالي منافسه صعبه السنه دي، وارد انك تفوز وارد انك تخسر اللقب، لان انت مش بتتنافس مع فريق ضعيف، يعني لا طبعا نادي الزمالك فريق كبير، لكن انت اللي في ايدك كل حاجه بقى. احنا عايزين ناخد الدوري باذن الله، باذن الله نفرح كمان بالدوري، نكسب كل ماتشاتنا المؤجله، يبقى فرق نقطتين مع الزمالك، ان شاء الله كمان نقدر نزودهم في حاله تعثر الزمالك، وباذن الله مواصله انتصاراتنا كنادي اهلي، فده امر مهم وهو ده الهدف اللي جاي بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي. الواحد فرحان، الواحد مبسوط، اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي على الشاشه دي كواليس عوده الفريق من المغرب بعد التتويج ببطوله دوري ابطال افريقيا للمره العاشره في تاريخ النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله عايزين اللقب ال11 كمان وال12 ليه لا، نقدر ونقدر كمان وكمان يعني.